أيضا يقول: ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية وما حكم مصافحة النساء عموما؟ لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة أجنبية، لأن في ذلك فتنة للرجل والمرأة. لا يجوز للرجل أن يصافح امرأة ليست من محارمه، لأن مس الرجل للمرأة ومصافحته لها مما يثير الفتنة ومما يسبب الشر بينهما. وكذلك مصافحة النساء عموما للرجال على هذا المنوال إذا كنا غير محارم لهم، إنهم لا يجوز لهم أن يصافحوهن. نعم، جزاكم الله خيرا.